أفغانستان إلى اليونان، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أثينا عقب اندلاع حرائق هائلة في المدينة مسببة انتشار سحب كثيفة من الدخان. وقالت إدارة المطاف إن الحريق الذي أجاجته الرياح العاتية اندلع في قرية جراماتيكو شمال غرب العاصمة وامتد إلى المناطق السكنية. وأفادت مصادر الشرطة بأن النار ألحقت أضرارا شديدة بثمانية منازل على الأقل. وقد حثت السلطات السكان في المناطق التي اشتعلت فيها النار على مغادرة منازلهم بشكل فوري للنجاة بحياتهم. وقد أجاجت الرياح أكثر من 100 حريق في أنحاء اليونان في أقل من 24 ساعة. أن تكون الحرائق قد خرجت فعلا عن نطاق السيطرة، هذه أكبر حرائق في الغابات اليونانية منذ صيف 2007. يومها قضت النيران على 70 شخصا ودمرت 6% من الثروة الحرجية في البلاد. حتى اللحظة لم يعلن عن أي إصابات بشرية جراء الحرائق المستمرة، إلا أن تأثير هذه النيران سيكون بلا شك مدمرا للبيئة في اليونان. بدأت الحرائق مساء الجمعة في جراماتيكو على بعد 50 كيلومترا عن العاصمة أثينا، ولم تساعد الرياح الشديدة أبدا رجال الإطفاء في تطويقها، فاتجهت مع بزوغ الفجر إلى مدينة ماراثون التي تشكل أحد معالم الحضارة اليونانية القديمة. منازل كثيرة احترقت كليا، وباتت ألسنة اللهب تهدد قاعدة عسكرية وديرا كبيرا. سكان البلدات المجاورة والمهددة بالحريق يرفضون مغادرة منازلهم. اليونان تبدو أكثر فأكثر في دائرة مفرغة. فحسب منظمة جرين بيس المدافعة عن البيئة، ساهم التغير المناخي وموجات الحر والطقس الجاف في زيادة خطر حرائق الغابات عبر المتوسط. هذه الحرائق المتكررة والتي أدت إلى تصحر 3 من أصل 4 جبال محيطة بالعاصمة اليونانية تؤدي بدورها إلى ارتفاع درجة الحرارة في البلاد.